مكاتن للبرد. ليش أنا ماخذ ملابس ذبيحن؟ ما عندي. إذا أنا مو راضي لعجل ما أروح. هذا انقضم لوحة ولكم. وأنا العقوم. مو منا من الجوع يا أخي، منا من الجوع عمي. حسبي الله ونعم الوكيل. عمي شغلونا رح نموت. عم الجوع مرمرنا الجوع، دعمنا الجوع. وين نروح نروح؟ يا حكومتنا العراقية باعوا 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 الناس دي يصير بيها. هذا الواقع اللي نقله لكم وتشوفون المأساة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامجنا برنامج أصداء الشارع لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي. اليوم بساحة الوثبة، هاي الساحة أمامكم وهذا شارع الصدرية. اليوم شباب من بغداد ومن المحافظات عندهم قضية، وهاي القضية حبوا يطرحوها عبر قناة سامرة الفضائية برنامجنا برنامج أصداء الشارع. مظلومية، هاي المظلومية هي دورة 88. عندهم مشكلة وما حد يسمعهم وما حد يوصل صوتهم وماكو جهة قاعد تسمعهم. هاي القضية أتمنى توصل إلى وزارة الدفاع ولرئيس أركان الجيش ووزير الدفاع واللواء يحيى رسول المحترم، إنه تسمع مظلومية هالشباب. هم عدد بسيط، مظلوميتهم اسمعوها. يا أما تقول يا بتقولون انه راح يصير لهم حل، او يا اما ما يصير لهم حل. معلقين هم بين السماء والقاع، ما يعرفون مصيرهم وين وشنو مصيرهم. راح يسمعون القضايا مالتهم كلهم، القضايا مالتهم جايه من محافظات ومن بغداد، وسمعوا. وهاي المناشده جنابكم المحترم من وزير الدفاع الى رئيس اركان الجيش الى اللواء يحيى رسول المحترمين، فأتمنى أنه تتقبلون هاي الشباب ومظلوميتهم وشنو قضيتهم. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ حياكم الله. تعال يمي، تعال يمي اخوي، شنو مشكلتكم؟ والله احنا استاذ بصراحة دورة 88، احنا بالبداية نزل الكتاب البرقية الأولى 3/7، نزلت المواليد 1/7/94، واحنا كنا منتسبين بالقوات الأمنية، من دفاع، من هيئة الحج الشعبي، من جهاز مكافحة الإرهاب، من حراس شخصيين. يعني أنتم كلكم منتسبين؟ كنا منتسبين، تمام أستاذ. جت البرقية 3/7 ورفعت الأسماء من كل وحداتنا، وانتظرنا الفحص في مستشفى الحسين، موعد الفحص. تفاجئنا بتاريخ 3/8 صدرت برقية ثانية تنفي هذا البرقية الأولى، اللي هي أنه المواليد صارت 1/7/97. احنا تفاجئنا بكل وحداتنا بكل تفاصيلنا، يعني تفاجئنا شنو السبب. ووراها باسبوع جت برقيه ثالثه تقول يابا صار المواليد 1/1/97. زين احنا استاذ، احنا خريجين كليات وبكالوريوس، انا حاجيك طب عام، طب وجراحه عامه، طب وجراحه عامه. وزاره الدفاع ما محتاجه طب وجراحه عامه؟ انا اسالك انت شخصيا والاخوه الباقين. زين اذا انت طب وجراحه عامه، نعم، ليش تتجه الى وزاره الدفاع الكليه العسكريه؟ ليش؟ أنا حاب هذا الموضوع، أنا هوايتي عسكرية، أنا والدي شهيد، أقاربي أربعة عندي شهداء، تمام؟ شهداء منتسبين؟ شهداء منتسبين وضحايا إرهاب؟ لا، عندي ضحايا إرهاب وعندي منتسبين، أنا والدي نقيب بالجيش العراقي مستشهد، تمام؟ فإحنا كنا منتسبين وإحنا كليتنا أولاد المؤسسة العسكرية، تمام؟ إحنا هذه الفترة الباقي المنتسبين الأخوة ما لحقوا يكملون، يعني قضت هذه السنوات كلها، كل واحد عنده خبرة 8 سنين وعشر سنوات بدحر الإرهاب، عن الدفاع عن أرض العراق، انطوا دماء، انطوا كذا، ما لحقوا يكملون دراسة، هسه لحقوا يكملون دراسة، زين حقنا ليش ضاع؟ إحنا دورة 88 نزلت البرقية الأولى، إحنا نريد بصراحة توصل صوتنا للجهات المعنيه اللي هي رئاسه الوزراء الاستاذ محمد الشياع السوداني، نريد نشوف مظلوميتنا، نريد نوصلها لرئيس اركان الجيش هو ابو الجندي طبعا، نريد نوصلها لوزير الدفاع، يعني هم كلهم ان شاء الله كلهم ابهات للمنتسبين كلهم هذول. عددكم؟ احنا المظلومين بحدود تقريبا 65 الى 70 شخص. قليلين يعني؟ قليلين جدا، الدوره هسه الملتحق لا بها ملحق، تمام، والاعداد كلش قليله بالكليه العسكريه الرابعه. زين حتى ما بيها ملحق ولا نظره، والمظلوميه نراجعنا وناشدنا كافه الجهات
بكافة تفاصيلها، راجعنا النواب، راجعنا يعني بكافة الأشكال، بصراحة ما حصلنا نتيجة. شو بقول لكم النواب؟ والله النواب إيه تعالوا ما أدري شنو نسجل مظلوميها، ما حد رجع لنا جواب. إحنا بصراحة من خلال قناتهم الموقرة، من خلال شخصك المحترم، أنت إلك صدى واسع بصراحة بالإعلام، وبصراحة دا نشوف المظلومية من دا تنشر على قناتك، دا أكو استجابة بهذا الموضوع. خدمتكم. الله يحفظك ويسلمك. خدمتكم. وإن شاء الله توصل صوتنا وبيك البركة. خدمتكم. الله يحفظك. خدمتكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أنت دمك محروق. تعلمي تعال خيرك. أشكرك. لا أشكرك جدا. أولا الحمد لله والشكر أنه الله سبحانه وتعالى حضانا بشخصيات من بعد سنة 2003 اليومنا هذا، مثل السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والسيد وزير الدفاع المحترم، السيد رئيس أركان الجيش المحترم، السيد أمين سر وزارة الدفاع المحترم، كلهم شخصيات الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى حضانا بهم يتفاعلون ويا المظلومية ويا المناشدات اللي تنعرض أمام أنظار سيادتهم. إحنا الشيء الوحيد اللي خلانا متأخرين وما خلانا نكون ضباط بالجيش العراقي هي الإرهاب والمعارك اللي خاضها بلدنا العزيز بالسنوات السابقة. إحنا دحرنا الإرهاب بكل أشكاله. المتكلم أمامك عنده خدمة 10 سنوات، وإذا ترجع ب10 سنوات بالمستقبل الماضي راح تلقى تنظيم القاعدة وداعش والطائفية. الحمد لله والشكر بقادتنا وقيادتنا قدرنا نتخطاها، واليوم أمامك إحنا منتسبين بالجيش العراقي حاصلين على شهادة البكالوريوس، نطالب بقبولنا بالدورات التأهيلية كضباط، وإحنا عندنا خبرة ميدانية خبرة عسكرية. أنا اليوم إذا تحطني ويا المواليد المقبولة اليوم اللي هو 26 أو 27 أو 28 أفوق بكل شيء. أنا أتدرب كل يوم، أقعد الصبح كل يوم، العرضات كل يوم، أنا عندي خبرة ميدانية، عندي خبرة إدارية، إحنا عندنا طاقة شبابية نريد نخدم. أنا أريد أخدم بلدي، أنا من هذا مكاني خريج، وأخويا من قال لك دكتور طب عام هم خريج، نريد نخدم بلدنا ونطور من بلدنا ومن مؤسساتنا العسكرية. فلذلك وقف حاجز العمر أمام مستقبلنا مع العرض. أستاذ الدورات السابقة قبلت مواليد 90 91 فصاعدا. وانت ايش قلت؟ أنا 94. ليش ما قبلوك؟ ما قبلونا. ليش ما قبلوك؟ نعم أستاذ اجت الرسالة، احنا كل احنا تحت الأوامر اللي تصدرها الوزارة. زين. قبلت مواليدنا شهر كامل ممارسة رياضة دعوبة، راجعنا الأطباء، كنا مستعدين نفسا ونفسيا للمقابلة. زين. بعد شهر يا أستاذ انصدمنا جدا انه لغت مواليدنا ليله ويوم تلغي المواليد. شهر كامل، بعد شهر كامل لغت مواليدنا من 94 شهر 12 الى 1/1/1997. احنا اخوتك نتمنى صوتنا يوصل للجهات المعنيه، راسهم السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه، السيد وزير الدفاع المحترم، السيد رئيس اركان الجيش، السيد امين سر وزاره الدفاع، وكل المعنيين ان شاء الله بكم الخير والبركه، ونحن ابنائكم. شكرا جزيلا. لا محافظات السلام، محافظه بابل. من بابل؟ نعم. وجاء اليوم؟ نعم. ان شاء الله ببركتكم وبركه الجهود، جهود حضراتكم وقادتنا ان شاء الله اللي احنا كلنا فخر واعتزاز بهم. احنا ان شاء الله شغلتنا مقضيه بكم استاذ، وشكرا جزيلا ورحم الله والديك. مداخله تعقيبا على كلام اخوتي الخريجين. استاذ يعني احكي عن نفسي، واغلب الشباب يعني عندهم اكثر من شهاده، يعني انا احكي عن نفسي عندي دبلوم وعندي بكالوريوس وانا عسكري وتخصيص مالي عندي، ليش ما ادخل دوره 9 اشهر انا اصير ضابط استفاد من شهادتي؟ انا تعب 20 سنه انا ادرس، 20 سنه انا ادرس. من بغداد؟ انا من كربله. من كربله، حياك الله. الله يحفظك استاذ. زين. يعني تخصيص مالي موجود عندي وعسكري انا لابس وشهاده عندي، ليش ما ادخل دوره انا؟ انا اريد حالي حال الخريجين، حالي حال الضباط. مو يجون هم خريجين كليات؟ يعني ليش؟ مع احتراماتي انا للمنتسبين، احنا نفتخر نكون منتسبين بالجيش العراقي، بس انا على الاقل استفاد انا من شهادتي. انتوا سبب رفضكم، انتوا تعالوا يم اخوتي، انتوا سبب رفضكم مواليدكم؟ نعم. مواليدنا. مواليدكم؟ اي انا مواليد 95. خلال شهر انه جاكم كتاب بمواليدكم. استاذ احنا اغلب الدورات يعني تجينا ونركض بيها وهم تطلع لنا شهاده المواليد. يعني هاي الدورة الأخيرة احنا نسيناها، جتنا رسالة احنا مواليدنا مقبولة وتهيأنا للفحص، يعني الأسبوع الجاي 10 أيام احنا نفحص على أساس نفحص ومستعدين استعداد تام أستاذ للفحص. تفاجئنا جتني رسالة احنا لغينا مواليدنا 3 مواليد، 94 و95 و96.
فقط اللي انقبل 97. واغلب الشباب قلت لك استاذ يعني كلها خريجه، احنا الى متى نظل هيك؟ حالنا حال البقيه، احنا نريد نستفاد من هذا تعب العمر، تعب وسهر. حاسين نفسكم انتم مظلومين؟ اكيد استاذ. 65 واحد انتم مظلومين؟ اكيد استاذ، اكيد يعني تقريبا 70 مو اكثر يعني. انا عقب على كلامك. واحنا فئتنا فئتنا قليله استاذ. احنا كل اللي يريده، كل اللي يريده ان يعملون بالرسائل السابقه. المواليد السابق. ما نريد المواليد كله، احنا العدد اللي بقينا 65 واحد او 70 واحد. عندنا قانون بالماده الدستوريه، قانون 78. قانون 78. ينص الدستور بسنة 2010 22/10 القانون انعمل به من قبل السيد وزير الدفاع جمع ناد سابقا ب 2022 ب 2023 ب 2024 يقبل المواليد الأكبر، يحق لك لحد 30 سنة حسب المادة الدستورية 78. هسا احنا كليتنا هاي المجموعة كليتنا، احنا ما اقول لك الجيش العراقي كله، احنا كليتنا 110 نفر، 110 نفر. هسه احنا ضاح هذا حقنا هيك راح على الخالي بلاش. انتم 110 لو 70 لو 65 اللي جاي داعب حقه، اللي داعب حقه ايش قد؟ 110 نفر. وعد القوان، عد القوان، 110 نفر احنا اللي جايين داعي. حشد والجيش، حشد وجيش وجهاز مكافحه. ما اعرف الاعداد هي اللي متقدمه لوزاره الدفاع، احنا ما عندنا علم بالاعداد. ما لنا، احنا جاي نحكي على هاي ال 110 واحد. احنا هسه المظلومين 110 واحد. انا هاي عد القانون اذا اقدر اشوف لك اياه. شوف لي الرسالة اللي معمول بها سابقا شو تقول؟ بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم المبلغة بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء السري والشخصي كذا العدد في 19 كانون كذا العدد، ومرفقا مذكرة السيد رئيس أركان الجيش العدد 149 في 23 تموز، واستنادا للمادة 78 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قرر ما يلي: استثناء الراغبين من المراتب الحاصلين على شهادة البكالوريوس من شرط العمر بشرط أن لا يزيد عمر المرشح عن 30 عام. يعني احنا بعدنا كل 28 ما طاب بيها بين. انا هسه احكي وياك 28 بعدنا ما داخل. ايش قد عمرك؟ انا مواليد 90. بعدك ما داخل 28؟ شهر 10 اي بعدني. شهر 11 ادخل. 30 سنة كاملة وليس بلوغ اليوم الأول منه لمنحه رتبة ملازم. هذا بتاريخ 23/2/2022 وزير الدفاع، السابق جمع ناد. أعطيك الكتاب الثاني بزمن المعالي حالي. طبعا احنا نلتمس من عنده، من حضرته أن يوافق علينا. أشوفك هذا الكتاب، نفس الكتاب. الكتاب صار له قد هذا؟ نفس الكتاب. هذاك بال 22، هذا بال 23. 11 تموز 23. السيد المعالي ثابت محمد سعيد العباسي وزير الدفاع. زين. استنادا الامر الوزاري 1332 شو يقول؟ نفس الموضوع. استنادا للصلاحيات المخوله لنا وبناء على نفس الموضوع باوع استاذ يحكي لك بالماده ال 78. نفس الموضوع. زين ليش هسه ما يقدرون يعملوننا بهذا الموضوع على مود احنا هاي الشباب اللي ضاله نلتحق؟ احنا على هالماده احنا من جاي اقول لك جايين ومحترق دمنا. ترى ما محترق دمنا، احنا نريد نشتغل شغله بالشارع، احنا نريد نضحي لهذا البلد. كل ما بالامر ان احنا مشينا بهاي المسيره، انت بعد من دخلت عسكري مستحيل تعوف العسكري. اكثر العسكريين واكثر الضباط العسكريين الله يحفظهم ويطول باعمارهم، والله يرحم اللي استشهدوا. اللي استشهدوا عليهم غير دفاع عن الوطن. أنا هسه اليوم إذا يخرجني أو يسوقني يخليني ضابط، إذا قال لي روح استشهد ما راح استشهد؟ ما راح أحط دمي؟ أنت من رحت؟ عندي أربع شهداء أستاذ، أربع شهداء ضحايا إرهاب، أربع شهداء. زين هسه ولا أعمل بالشهداء، لا أعمل وياي بالمواليد. كل اللي يريده من حضراته ومن السيد رئيس أركان الجيش المحترم أن يرجع على الوصايا السابقة، يقول يا بذول الأعمار أريد أمشيهم أنا. لا يمشي دول ال 2000 وال 3000 اللي راح يقدمون، احنا العسكريين الكبار، احنا مواليد 94 95 96 والقوائم موجوده، احنا 135 اذا يجمعنا هيك ينخلنا نخ. يعني احنا يعني كل اللي يريده بس. بس السؤال، انتم بالكتاب الاول انقبلتوا؟ انقبلنا. والكتاب الثاني؟ رفضنا. رفضتوا؟ نعم.
ما اعتمدوا؟ ما اعتمدوا. صلاحيات الوزاره حسب قانون التقاعد هو يقول له، بس صلاحيات رئيس الوزراء السيد القائد العام للقوات المحترم هو يقول لك انا عندي صلاحيات وفق الماده 78. هذا كل ما بالامر ان هي ال 78 القانون الماده يحق لرئيس الوزراء ان يخول رئيس الاركان وزير الدفاع ان يشملونه بهذا الموالد. تمام شكرا جزيلا. حياك الله. تعال اخوي شلونك؟ شو الاخبار؟ حياكم الله. زين تعال اخوتي هنا حتى افتهم موضوعكم. تعالوا شباب. انتوا اليوم انتوا كمجموعه المجموعه ما رحتوا ما قابلتوا ما خلينا ما قابلتوا رئيس اركان الجيش المحترم؟ رحنا الباب الخضراء الدفاع. رحنا الباب الخضراء بهاي المجموعه كلها واكثر العدد كان موجود، ما خلونا ندخل. قالوا المرافق يجي يستقبل من عندكم الطلبات وهو اللي يسمع ويتصل بيكم اذا هاي. شو وقت رحتوا؟ قبل ايش قد رحتوا؟ رحنا قبل شهر بحدود. قبل شهر؟ اي رحنا الباب الخضراء ما حد خلانا ندخل، ولا واحد جاي يخلينا نتواصل ويا رئيس الاركان. زين. انه يا بنوصل له صوتنا، احنا ابنائك، انت تقول انا ابو الجندي. احنا كله احنا ابنائك ومن اصحاب الشهادات، ليش يعني من نوصل الامر يمنا ما جاي يعني شلون تقول ما جاي تنطينا هاي مكافاتنا؟ احنا مكافاه انه مشاركتنا بالمعارك هاي. ليش احنا بايام داعش كنا موجودين؟ وما لحقنا نحصل شهادات، خلصت ايام داعش اغلبنا بلش كمل دراسه وحصل البكالوريوس، غير كونك تكافئ. هو يريد يخدم بالجيش العراقي، ليش جاي تكافئ هيك؟ يعني احنا من باب محروق دمنا احنا نريد نخدم هذا الوطن. يعني احنا هاي المكافاه ان يا استاذ وزير الدفاع يا سيد محمد الشاع السوداني، احنا جايين نوصل صوتنا لين ما باقي للدوره التاهيليه يمكن 5 ايام او اسبوع، بعد ما لك حق الطالب. زين انت خلينا ملحق، انت هسه حتى بهاي الدوره ما مخلي ملحق، خلينا احنا العدد اللي باقي ايش قد احنا ما بينا ما يتجاوز 80 اقل 80 يجوز اللي جاي نفطر ونمشي النواب، ما خلينا احد ما رحنا، خلينا الملحق. ما حد خابركم؟ ابد. ما حد اتصل بيكم؟ ابد. هو الطلبات مالتنا راحت للثرامه انا متاكد، استلمها اندبن بالثرامه ما يسمع صوتك. منو اللي استلمها؟ استلمها شخص على اساس هو لا هو شلون تقول ممثل المكتب مال الوزير قال انا راح رئيس الاركان العفو انا راح اوصل طلباتكم، طلبات شخصيه بكل شخص طلبه واسمه ورقم تليفونه استقبلوهم بالباب وذبوهم. زين. وين راح ما حد يعرف. زين شلون تخابرونا شو وقت الدوره راح تخلص بعد؟ احنا ما يعني الدوره التاهيليه ما باقي لها اسبوع وتخلص. زين انت شو وقت تطببنا؟ نبقى بهاي المعاناه يعني ما جاي افتيهم. طبعا مشاهدينا الكرام اللي قاعد تشوفوه هاي الشباب اللي هم 80 اقل اكثر بمواليدهم، انه الكتاب الاول اللي اجى من وزير الدفاع السابق جمع عناد المحترم كتاب اصولي انه يلتحقون للكليه كليه عسكريه. فحصنا وتبهدلنا، كملوا فحوصاتهم واجراءاتهم، لكن ذول الموجودين كلهم خريجين ومن ضمنهم دكتور طب عام، لكن حبه انه يقول لك انا اروح كليه عسكريه، ما محتاجين واحد طب عام وجايين من المحافظات واللي موجودين. فمناشدتهم الى دولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني المحترم، ولا وزير الدفاع المحترم، ولا رئيس الكان الجيش المحترم، واللواء يحيى رسول المحترمين، انه انظروا بيهم، انه اجوا يم باب الخضراء قبل شهر، قبل شهر اجوا يم باب الخضراء واجوا واخذوا طلباتهم. من بعد ما اخذوا طلباتهم ما حد خابرهم، ما حد اتصل بيهم، يا اما تدزون على شخص بيهم تقول يابا موضوعكم ما يصير، اي هذا سد الباب انتهى الموضوع، يا اما تقول لا والله اكو استثناء وتتدللون وما يكون خاطركم الا طيب. يعني اعمارهم 28 26 سنه 29 سنه، يعني اعمارهم صغيره ما عبروا ال 30. هسه على الاقل احنا اليوم من نقول اكو وزارات واكو دوائر وهي مناشدات الناس وقضاياها، المفروض تحلون مشاكل الناس. يعني طلبات صار لها شهر انظروا بيها ودز عليهم وشوفوا شنو موضوعهم، يا اما تقول لهم يابا موضوعكم ما يصير يا اما يصير. فاصل من بعدها نعود. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ببرنامجنا برنامج اصداء الشارع، وهاي الشباب اللي تشوفوهم المظلوميه مالتهم اتمنى انه تكون اكو استجابه
من قبل وزارة الدفاع حتى يعرفون مصيرهم وين، محافظات وبغداد وخريجين كليات وبيهم يعني خل احكيها لا تزعلون من عندي، بيهم موظفين بالدفاع، بيهم موظفين بجهاز مكافحة الإرهاب، وبيهم حشد موجودين كلهم موظفين. وراح أقولها، لبسوا كمامات خافوا أنه خاف يتأذون، لا أنتم بالعكس المفروض اسمعون مظلوميتهم، اسمعون مظلوميتهم. إحنا اليوم دولة رئيس الوزراء قال الدوائر والنواب والوزراء الموجودة أنه يسمعون مشاكل الشعب، وهاي مسؤوليتكم يسمعون مشاكلهم، المفروض يسمعون مشاكلهم قضاياهم. شنو شهر يقدمون طلبات وحد هاي اللحظة ما بوعتوا عليهم، ما شفتوهم، ما شفتوا شنو مصيرهم. فأني أتمنى واستنجدنا بالأبوة ورئيس أركان الجيش المحترم أبو الجندي، والكل وزارة الدفاع والكل الناس يعرفون أنه رئيس أركان الجيش هو أبو الجندي، وزير الدفاع هم ما يقصر. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ من وين؟ بس علي صوتك، من وين تعلم؟ من بابل. من بابل؟ نعم. حياك الله. وش شلونها بابل؟ الحمد لله نعمة. خدماتها شلون؟ نعمة. اكيد؟ نص نص. نص بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن مجموعة من منتسبين تعرضنا للظلم، الظلم المقحف طبعا. يعني جت رسالة تقريبا شهر الخامس 12/1/1994. جت رسالة هذا الشهر؟ لا. هاي السنة العفو؟ نعم بهاي السنة. بال 2024؟ نعم. شهر الخامس؟ تقريبا في الحدود. ما شنو الرسالة؟ رسالة تنص على اشتراك يرجى ارسال منسوب لكم لارسال الى الدورة الاكاديمية، يعني للاكاديمية العسكرية، انه مقبولين ضمن الشروط المعينة. مقبولين؟ هاي الرسالة الشروط يقول من 1/7/1994 فما فوق، يعني 95 و 96 لحد ما توصل ايش قد انت عندك منسوبين ترسلهم. هذول مقبولين؟ هذول اللي بالرسالة الأولى مقبولين احنا. انتو؟ نعم. زين. هاي الدورة فقط عسكريين مو مدنيين. زين. الدورة التأهيلية 88 قدمنا عليها واحنا خريجين، انا احكي إدارة أعمال مسائي، فرفعت أسمانة على ضوء ان احنا مقبولين. ورا تقريبا فاتت 25 يوم الى شهر تم استبعاد هذه المواليد الثلاثة، الأربعة والخمسة والستة، بسبب فارق العمر. يعني ردت رسالة جديدة تبقى 1/1/97، فإحنا ما انشملنا بهاي، إحنا بس مجرد أنه عتبنا على الوزارة، على كافة القيادات المحترمة اللي من دولة رئيس الوزراء إلى رئيس أركان الجيش المحترم. إحنا ما كنا قاعدين ولا شاردين ولا عفنا المعارك يوم واحد. أنا 2016 أقل واحد بينا خدمة 10 سنوات، جماعة استشهدوا، خدمة شتى أنواع شتى أنواع التدريب، إن يعني في سبيل إنه إحنا ما عدنا كرامة، في سبيل نتدرب على نحن بلدنا بالتدريب، تدرب كما تقاتل وقاتل كما تدرب. فإحنا جدنا إحنا دورات خارجية، إحنا جماعة عدنا يعني بكل مجالات العسكرية إحنا جايديها. تحطني إدارة أشتغل، تحطني سائق أشتغل، تحطني مقاتل أشتغل، أنا ما عندي استنكاف ولو ذرة من أخدم بلدي. وأنا ما جاي أنه مثلا أدي أصير ضابط أو غير شيء، أنا جاي أخدم بلدي، أنا أصلا دماء أدي أصير للبلد. فالمجال اللي أنا باختصاصي أفضل أن تحطه باختصاصه، الرجل المناسب المكان المناسب. إحنا ما حصلنا هذا الشيء، وما عندنا اعتراض على أي شيء بالعسكرية، مجرد أنه إحنا راضين بكل شيء والحمد لله والشكر، بس مجرد ان احنا تم استقصائنا بطريقه ما ملاقه بينا كخريجين. احنا كخريجين يعني درسنا، انا اداره اعمال، احنا درسنا طبق المساعدات للآمرين المحترمين مالتنا ومراجعنا العليا، درسنا على نفقتنا الخاصه اثناء الواجب، نكمل واجباتنا، نقعد نقرا كرباتنا. هاي الولد اللي أغلبية هيك وضعها، يعني إحنا مو مدنيين وندرس ونكمل كل يوم تعيننا، إحنا درسنا أثناء هاي الخدمة العسكرية، فما واجهتنا أي شيء ظلم إلا هذه. هاي يعني كأنما عدمت شهادتنا، كأنما إحنا حسينا برواحنا لو ما دارسين أحسن. هاي والحمد لله والشكر، وإن شاء الله يوصل صوتنا، أنتم محروق قلبكم، وإن شاء الله جميعا ما يقصرون. انتم محروق قلوبكم وحقكم،
اي والله يعني تحسون انتم مظلومين. اي والله فعلا مظلومين يعني حتى كحسرات ما اريد نحكي. زين انت بعدك منتسب مو؟ نعم. تبقون ابطال ان شاء الله ما طول تضحون؟ نبقى حتى لو ما صارت هاي نبقى ابطال ونبقى نحامي بلدنا والاخر رمق بينا وما نخون البلد ولا نعوفه. تاع الدفاع؟ نعم تاع الدفاع. نعم وين بيا مكان؟ ما اتحفظ يعني حذك. بغداد لو؟ ببغداد. بغداد تمام. شكرا لك. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ من وين؟ انا من بغداد. هم على الدفاع؟ اي على الدفاع. هم على الدفاع. بغداد لو اطراف؟ لا لا محافظات هذول. اه محافظات. شو خدمتك؟ خدمتي 6 سنوات. 6 سنوات. خريج شنو؟ تربية. قدمت على الكلية العسكرية؟ قدمت حسب الرسالة الأولى اللي تنصل للمتسبين الموظفين المدنيين من 1/7/94 بهاي السنة بشهر الخامس 1/7/94 فما فوق. رفعت اسمانا من القيادات مالتنا كليتنا ننتظر الفحص انه قبل 3 ايام من الفحص 3 ايام من الفحص تفاجئنا بالرساله انه تقول مواليد 1/7/97 فما فوق وهم كلهم اعدادهم قليله يعني الموجودين يعني كلهم اعدادهم قليله انتظرنا راس رحنا النواب رحنا ما خلينا ما رحنا له ما رجعت الرساله احنا بس نريد نرجع على الرساله الاولى. زين الرسالة الأولى اللي اجتكم حاليا بوقت وزير الدفاع الحالي أو السابق؟ لا حالي. الحالي. من حالي. ب 2024. صحيح عملوا عن على القانون اللي شوفك يا أخوي هسه. زين. اللي هو حد 30 سنة، بعدين يقولون لا القانون يقول حد 28 سنة. زين. افتهمتني؟ والله احكي لك أنا مواليد 96. يعني ايش يقولون كبير 28 هسه صرت 28، شهر الخامس صرت 28 أنا يعني قبل الدورة ورا الدورة بشهرين صرت 28، كان من قبلي. بغداد؟ ايه الحمد لله. وياكم؟ وياهم؟ لا لا تمام. شلونك اخوي؟ شو اخبارك؟ تعال. شلونك؟ شو الاخبار؟ الله يخليك. انت من بغداد او من محافظات؟ لا محافظات. بغداد؟ من النجف. من النجف؟ ايه. حياك الله. الله يسلمك. الله الدفاع مو؟ لا على المكافحة. على المكافحة. على المكافحة. مكافحة. خريج شنو؟ خريج دار الاقتصاد. دار الاقتصاد. نعم. انت قدمت اصلا على الكلية العسكرية؟ احنا قدمنا جتنا رسائل برقية. بأنه المنتسبين الخريجين كليات يقدمون فرفعنا من الأفواج مالتنا ومن القيادات مالتنا رفعت وزارة الدفاع ورا فترة تفاجأنا بأن لغت الرسالة غير أول مواليد من 94 ل 97 فنريد يعني من رئيس أركان وزير الدفاع المحترم رئيس الوزراء المحترم بأنه يرجع لنا يضيفنا إحنا المظلومين يعني راحت هاي السنين كلها علينا مال داعش كنا نقاتل بها فراحت من عندنا بقينا ملتين بالمعارك وما صارتنا فرصة هاي الفرصة الوحيدة اللي الفرصة الوحيدة انت قبل لا تتفوج قد خدمتك؟ انا خدمتي 8 سنوات. ليش ما قدمت بذاك الوقت على الكلية العسكرية؟ ما كنت حاصل على شهادة. شلون؟ شهادة ما كنت حاصل عليها. كنت ما حاصل على ما حاصل عليها كنت تدرس. زين. يعني دراسة ودوام وكذا وراها ما حصلنا اي نتيجة من ظل الشهادة. هذا كل اللي مظلومين تحسون انتم مظلومين؟ اكيد يعني مظلومين. يعني تعب هاي يعني الدوام ودراسه وكذا ومن وراء ما حصل شيء من شهاده همينا مظلوميه اكيد. رحتوا قابلتوا؟ والله رحنا النواب كلهم ورحنا الباب وزاره الدفاع وما حصلنا اي نتيجه، اي نتيجه ما حصلنا. النائب عادي يكتب لك وروح والله كريم. طبعا اكيد. مو؟ طبعا. وما حصلنا اي نتيجه. من كل النواب؟ من كل النواب رحنا ما حصلنا اي نتيجه. هاي اخر شيء جينا حضرتك توصل صوتنا بك. الله يكون بك. الله يسلمك. الله يكون بك. شلونك حبيبي؟ شلون اخبارك؟ امورك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. من وين؟ انا من الحله. من الحله؟ نعم. حياكم الله. حياك الله. الله يسلمك. يعني انت اتصلتوا تقريبا يوم وثلاث يوم تتصلون بي. صحيح. كان يعني يوم اجازتي. اي واحنا من خلال قناتك الموقره الله يسلمك انت ما تقصر، من خلال قناتك الموقره احنا نريد نرفع صوتنا واحنا مظلومين نشوف نفسنا للوزاره وان شاء الله رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش راح ما يقصرون ويانا، احنا اليوم منتسبين. وعاملين بأداء عملنا وقائمين بدور عملنا واليوم احنا اذا صرنا ضباط ما راح ينقص من عملنا شيء لا بل يزيد مسؤوليتنا واحنا نتمنى من عندكم ان توصلون صوتنا ان شاء الله وان شاء الله رئيس الاركان ورئيس الوزراء ما راح يقصرون ويانا بشيء ويباعون علينا ويشوفون انا خريج دار الاقتصاد. خدمتك ايش قبل بالجيش؟ بالحشد 6 سنوات. اه انت حشد؟ نعم. 8 سنوات. نعم. وتاخذ راتب طبيعي؟ نعم. حشد الدفاع مو؟ نعم. الراس. الله يسلم راسك. الله يسلم راسك. ما اقول لك غير يا ربي انه تكون مناشدات مالتكم توصل ان شاء الله. توصل ان شاء الله بعون الله توصل ويستمعونا وان شاء الله يتحقق هذا الشيء. وشكرا. حياك الله. حياك الله. طبعا مشاهدينا الكرام
حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا عوائل شهداء الحشد. ايه؟ انا تقريبا صار 4 سنوات يودون علي، رحت ما خليت هي مال الحشد. الناس الحشد شوف، خلنا اقول لك اول شيء، هي صارت بس للعرف. انا احكيها على الهواء عادي، انا متابعك ومتابع لقاءاتك، فمتابعها اول باول. تتحمل مسؤوليه كلامك؟ لا لا، انا ما عندي شيء، انا ما عندي شيء ادوس فد بكلام او شيء. احنا عوائل شهداء، المظلوميه موجوده بكل العراق. يعني الاولويه لمن؟ منطقه الشهيد. واول انا صار لي 4 سنوات اقدم، هو بال 17 استشهد، ما عرفت عرفه، جوز شايفينه. هذا صاحب الوصيه اللي ينشر يوصي بامه، جوز شايفينه ما اعرف، هواي ينشرونه. اي المهم 4 سنوات اقدم، رحت يا باسمي بالحاسبه، عرف وكذا، وهي لازم يعني لازم بالحاسبة؟ موجود بالحاسبة. اروح قالوا يا بالاستاذ فلان ابن فلان طاه القرايبه، روان القائمه اللي يعني اسمي بيها موجود بالحاسبه. اروح للقائمه اللي اسمي من ضمنها، جيت لقيت غير اسماء، نفس حرف اسمه نفس هذا، بس كلهم قرايب. القائمه اي موجوده عندك؟ موجود. لا ما مصوره، ما اعطوني اياها، بالحاسبه موجوده. اكثر من مره اقراها بالحاسبه موجود اسمه. انا صار دليلك وياك. ما لا ما ينطوني اياها، ما ينطيني. 4 سنوات انا اقدم من 20 لهسه، واستشهد بال 17. وهي المظلوميه موجوده بكل شريحه بالعالم كله. فاحنا العراق اللي يعني نرجو من قناتكم الكريمه يلتفتون العوائل الشهداء. يعني لا تعيينات لا، كنا خريجين، نعدنا 4 خريجين بالبيت. قبل ايش قد راح؟ صار 4 سنوات اراجع. 4 سنوات. 4 سنوات والله ما خليت لا هيئه حشيد ولا اسمه موجود بالحاسبه، بس خلي يدقونه موجود. شو اسمك انت؟ لا ما اقدر اذكر اسمي، ما اقدر. شلون؟ ما اقدر اذكر اسمي. ما اقدر. ليش؟ ما اقدر، يعني فد بيها فد قضايا، بيها فد شيء. احنا نخاف ولا حتى رقمك تقوله بالجو؟ لا لا ما اقدر. احنا عوائل شهداء واكثر من واسه، جوز يعرفوني اكثر من مره، تردد على يعني اروح للهيئات واسم لي يشوفون جوز لقاكم يعرفوني. ما رحت لا مدير لا هذا، كله قعدت يمه لقاءات، يقول عندي اجتماع اكثر من مره، يقول عندي اجتماع اروح لها ما موجود. نرجو من عندهم يعني يلتفتون العوائل الشهداء، ويعرف عالم ناس مظلومه يعني ما عندها، اكو ناس قاعده يجارك وفد شغلات، ينطيك قطعه تطلع بالبحر ما اعرف وين ما تسوى. احنا مطينا قطعه بجرف الصخر من وين، والله 5 ملايين ما تسوى، والراتب تقاعدي 500 ألف، شي كيف طونا شقه بس ما، احنا كنا قاعدين ايجار شقه مجمع بس ما، انا يعني ساكن بها هسه يعني فد والايجار يعني انتم مطينا اياها، والله ما اعرف، منطيني قطعة 5 ملايين ما تسوى، منطيني شقة أنا أسددها، والله شنو بدون مقدمة؟ 500 ألف بالشهر. زين الكاسب منين يجي؟ أنت لا تقبل تقول اسمك، لا تقبل تقول رقمك. يعني علي من يوم أنا جاي أحكيها ناشد باسم العالم كله يعني. أنت تحكي على قضيتك، أنت مظلوميتك. أنا أكثر من مرة، هسه يعرفون والله حتى أمي يعرفون، أكثر من مرة ما راح. عرف صرت والله سيدة أنا طب أحمد شلونك هاي؟ أحمد اسماني أي والله العظيم، أقعد يم أمي وسوالف، فالتقدير يعني أنا أحكيها عام. والله العلي العظيم يعني الحشد وين اي هيئه تروح من يدري بيك عوائل شهداء، فالتقدير واحترام والله العظيم. كرسي ما يخليني انا يعني كرسي دنيه قاعد علي، جيب الكرسي خلي جوا استريح استريح، والله فالتربيه واخلاق وفد ناس مثقفه ويعني والله العظيم ايش قد التقيت بيهم وايش قد قعدت ايش قد اجتماعات وهاي يعني هواي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، تسهيل من الله ان شاء الله. واحنا نشكرك مثل الله على الوالدين. سالم انا شنو القضيه مالتك؟ انت قلت احنا استاذ بالبدايه، احنا بدايه الامر ان احنا ما رايدين غير حقنا. زين حقنا نطالبه من رئيس الوزراء، من السيد معالي وزير الدفاع المحترم، من ابو الجندي. زين. احنا اليوم من نقول ابو الجندي، بالفعل هو ابو الجندي، هو الانسان الوحيد اللي جاي يثبت نفسه من ايام المعارك لليوم، واحنا اكثر عالم ضحين. ما نريد غير بس حقنا، احنا كليتنا 65 نفر هنا، 65 نفر وقائمه بس ما انا موجوده. 65 نفر فقط اللي احنا موجودين هسه، احنا اللي متواصلين كجروب واحد اللي محترق قلبنا على مود هاي الدوره. انا من اليوم جاي اقول لك اضحي، والله العظيم مستعد، مو احارب هسه، مستعد لو يذبني بنص النار. استاذ خطاب انا اليوم من نحكي قلبه محترق، حالي حال هاي اخوتي، ثق بالقران، من يوم اللي تغيرت الرساله اليوم احنا قلبنا مو فاير، حتى عوائلنا ما شايفين. لا خلينا باب نائم، لا خلينا باب شيخ، ويسمعون الشيوخ نفسهم اللي رحنا لهم، اللي يلا تعالوا روح، يلا تعالوا روح، غير بس انسان واحد اللي نصفنا رحنا له ووصل صوتنا، ما نقدر نذكر اسمه، لان الانسان هو ما يقدر، هو قال لنا عم لا تذكرون اسمي. وخلف الله علي. سوالكم شيء؟ سوالنا شيء، وصل صوتنا بس ما قدر، الرجال يقول لك انا جاي داعي عن جهه وحده، ما اقدر، ليدي اليوم الوحده ما تصفق استاذ. صحيح. ليدي الوحده ما تصفق، انا اليوم من جاي طالب بحق، انا جاي طالب حق مو مدني.
انا عسكر، انا فنيت عمري كلي تعامد العسكريه، مع ذلك ان اني دراسه وعسكريه والتحق وما داوم داوم بتلفات الدنيا اروح وارجع في سبيل شنو؟ غير انا على مود جهالي، غير على مود رزق جهالي، غير على مود هذا الوطن. انا اليوم من سلاح حقه ترى، يعني واحد يقول لك انت ميت. انا خريج دبلوم، خريج بكالوريوس، وهسه اتمنى اقدم ماجستير، قلت وراها دوره مال الضباط، جت الدوره مال الضباط هسه دزونا ضابط، انا ما رايد غير حقي. حكي وياك كلهم خريجين، عندنا خريج تحليلات، عندنا خريج ماجستير، عندنا قانون، كل الشهادات. انا هسه جاي احكي وياك، انا عندي شهادتي وغير عده ثلاث شهايد والله، يعني طبعا عندنا دكتور، طبعا عندنا محلل. مو ننفجر استاذ خطاب، احنا غير حقنا، احنا ما رادين غير حقنا. كل ما بالامر يا ناس يا عالم ينصفونه، يا دولة رئيس الوزراء انصفني، احنا ولدك. الدورات السابقة استقبلوا مواليد 91، استقبلوا اللي بعده ما متخرج، يعني مرحلة رابعة، ويقول له تعال التحق. وهاي الدورة اعدادها قليلة صارت، لا بها ملحق، هاي الدورة ما بها ملحق. واحنا حسب السلم الرواتب عندنا تخصيص مالي. انت اليوم المدني من تجيبه راح تخصص له مالي، تخصيص مالي. الموازنة عجز هسه بيه. انا موجود راتبي وخير من الله راتبي، الله يزيدك الله يسلمك. والولد كلهم، انا اليوم راح ادخل دوره راح يقر راتبي استاذ، راح يقر راتبي. انا اليوم رتبتي اعلى من رتبه الطالب بالكليه، هو طالب بالكليه واني منتسب. انا هسه من 2014 ادام، من 2012 صغير انا واروح اقاتل بالحشد، وحولت من الحشد على الدفاع. من 2014 يومك هذا احنا نداوم، وما والله العظيم يوم غياب ما عندي، ساعة دقيقة واحدة ما عندي غير. يعني انا لو متخاذل كان عفت الساتر، هاي الزلم كلها كان عافت الساتر وراحت، مو هو على الساتر وبالبرج والبارود يطق فوق راسه وهو قاعد يدرس. يعني هسه احنا من كبرنا بهاتنا شو يقولوا لنا؟ درسنا على الآلة، عم احنا درسنا على البارود، والله درسنا على البارود. شكرا لك، ونتمنى من دولة رئيس الوزراء بس يشوفنا وابو الجندي. وجينا باب الوزارة، وجينا الباب الوزارة ترى ما حد ما طببنا ولا حد استقبلنا. جينا باب الوزارة ما حد ما استقبلنا. تاريخ شقد؟ هاي الأربعاء رحنا ودينا طلبات ما استقبلوها. الأربعاء راحت وقبل شهرين رحنا للإعلام واتصلنا بالإعلام بالإذاعة، ورحنا ودينا طلب للإعلام باليد. ولحد اليوم مواصل السيادة رئيس أركان الجيش، السيد رئيس أركان الجيش لو واصل له صوتنا ما يقصر ترى ويانا، يعني ما يقصر، انا اقول لك ما يقصر يعني. بس لليوم مواصله. احنا ليش طالبنا نحكي ويا حضرتك على مود توصل صوتنا؟ وليش لبسنا كمامات؟ ترى احنا لبسنا كمامات لا على مش على مود رزق جهالنا. ترى انا بالنسبه عليه والله لو يذبني يسجنني مو سجن، لو وين ما ذبني انا عسكري ما اخاف، انا انخلقت بالشارع، انا خدمت اخدم هذا البلد واقف بالشارع. الله يعزك، هذا البلد وخدمته اعراض الناس وشرف العراق، انتوا ابطال. الله يعزكم، انتوا ابطال، بس غير تكون يكافئوكم هذا ابسط شيء احنا مطالبين به بحقنا. واحنا هسه تعهدنا وقلناها لبعض النواب والبعض السياسيين، قلنا لهم دورتنا مو 9 اشهر، خلي سويناها سنه واحنا ما ننزل يوم واحد. يوم واحد شنو اليوم واحد؟ ها انا مستعد يوم واحد ما انزل واداوم 9 اشهر عدل هنا، وراتبي ما اريد عم 9 اشهر. انا راتبي متنازل بيه 9 اشهر، بس خليني احقق طموحي. والله بعد يم الله ويم الناس الشرفات تسمعنا. الله يعزك استاذ، وقف يا الله، احنا قايلها يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. شلونك؟ تعال اخوي، تعال امي. لا مو يعني هلا بالحجه، هسه ارجع لك. حياك الله. مو وياكم طبعا. مشاهدينا الكرام، احنا هذا القضايا اللي قاعد اشوفها، وهاي مناشدات الناس الى وزاره الدفاع والى رئيس اركان الجيش المحترم واللواء حرسه المحترم ووزير الدفاع ودوله رئيس الوزراء، هاي مناشدات الناس وهاي القضايا. وهاي شفتوا اليوم مجموعه جو اليوم واتصلوا بي من محافظات العراق ومن بغداد. ليش لحد هاي اللحظه ما يعرفون مصيرهم وين؟ قلتها بالبدايه وراح اقولها هسه، يا اما تقول لهم لا ما صار لكم شاره،
حتى الناس لا يتأملون، صح لو لا؟ تعال دكتور يمي. زين. يا أما تقولهم يا بلا والله حنسوي لكم حل ونسوي لكم شارة، يعني هم كلهم تقريبا 65 شخص. مدوا يعرفون مصيرهم وين؟ مدوا يعرفون مصيرهم وين؟ ذاك الأربعاء راحوا واتصلوا مثل ما تقولون على إذاعة، على الإذاعة. وراحوا وقدموا طلبات وما حد اتصل بيهم ولا قال لهم شنو مصيركم؟ شنو مصيركم؟ دكتور أرد يعني كلمة أخيرة من عندك أنت اليوم دكتور، الله يحفظك وعفت مهنتك. أي والله تحقق صحيح. مستقبلك. أي والله صحيح. اللي هو مستقبل أنت طموحك أنه تكون ضابط. أي والله صحيح، والله حقيقة أني بالدرجة دكتور الله يحفظك ويسلمك. يعني أنا شهادتي واحد وحلم والدي الله يرحمه واحد ثاني. كان حلم والدك تكون ضابط. أي نعم. لو دكتور. لا أنا كمهنة طبيب بس زين. كحلمي أنا شخصيا ضابط. زين. أي نعم. احنا نتمنى من الجهات المعنية ومن حضرتك من خلال الإعلام من الجهات المعنية اللي يترأسهم رئيس الوزراء الأستاذ المحترم محمد الشياع السوداني، إن شاء الله احنا كنا مثل أبنائه، ونتمنى يوصل صوتنا لرئيس أركان الجيش المحترم هو أبو الجندي، ونتمنى يوصل صوتنا الوزير الدفاع المحترم كذلك هو همنا أبو الكل وأبو، يعني احنا كنا مثل أولاده حقيقة، واحنا كنا شهايد وتعبانين على روحنا، والمؤسسة العسكرية بحاجة إلى هيك أصناف، بحاجة إلى هيك شهايد، هيك ناس أكفاء عندهم خبرات متعددة، عندهم سنوات خبرة متعددة، مو اللي جاي مثلا صار له 5 أشهر و 6 أشهر، مو لو لا أستاذ. دكتور تقدر تقول رقمك؟ لو تقدر. أي نعم أستاذ. ما عندك مشكلة؟ ما عندي إشكال. بالنيابة عنهم؟ نعم. اسمك الثلاثة شنو؟ أنا طيب سعد هادي. 100 من أي منطقة؟ من بغداد. إيش قد رقمك طيب؟ 077-40-60-2060. شكرا لك دكتور، الله يحفظك، شكرا لكم، شكرا لك وربي يحفظكم، ترجعون دوامكم سالمين، لبيوتكم سالمين، لعوائلكم، لاطفالكم، وان شاء الله مظلوميتكم باذن الله ان شاء الله توصل وتكون اكو استجابه، الله يحفظكم ان شاء الله. انا اتمنى ان شاء الله تكون اكو استجابه ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، يعني انا اتمنى تكون اكو استجابه من قبل دوله رئيس الوزراء ووزير الدفاع المحترم هذول ورئيس اركان الجيش، اولادكم واللي صار له خدمته 8 سنوات و6 سنوات و9 سنوات وكلهم خريجين كليات، واللي عنده شهادتين واللي خريج كلية طب أكيد تحتاجون دكتور يمكم، فمن أتمنى تنظرون بحالهم وشوفون قضيتهم وشنو المحتاجي، يا أما سدون الباب عليهم يا أما تنظرون بحالهم، هذا كلامهم وهي مظلوميتهم، وهم مسؤولين على كل كلمة وكتابين طلعوا بوقت وزير الدفاع السابق كان انه يلتحقون، وبعدين جتهم رساله وبعدين تغيرت الامور جذريا. مشاهدينا الكرام، احنا ببرنامجنا ما نتبنى قضيه وحق الرد مكفول، سمعتوا قضاياهم وان شاء الله توصل المناشده. انا خطاب القصاب المصور ايمن الخالدي، اقول لكم في امان الله. كاتلنا البرد ليش انا ما اخذ ملابس دابيحن؟ ما عندي. اذا انا مو عراقي لعين من اروح؟ أنا أنقض ملوحة ولكم وأنا العقوبة، مو منا من الجوع يا خلي، منا من الجوع عمي. حسبي الله ونعم الوكيل. عمي شغلونا رح نموت. عم الجوع مرمرنا الجوع، دعمنا الجوع. وين نروح نروح؟ يا حكومتنا العراقية باعوا باعوا باع الناس دي يصير بيها. هذا الواقع اللي نقله لكم وتشوفون المأساة.